طبعا يعني هذا الكلام زي ما احنا شايفينه بيؤكد زي ما قلنا في البداية دور مصر الجيوسياسي، كمان دور مصر كان مهم قوي. خلينا نروح لمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة وهذا اللقاء مع الكاتب الصحفي الزميل إسلام عفيفي. مساء الخير يا إسلام. أهلا وسهلا أستاذ شفقي وبالسادة المشاهدين. يعني خليني أقول كده، مصر هي مفتاح حل القضية الفلسطينية، هل تتفق مع هذا العنوان؟ بالتأكيد طبعا، يعني ومن سوى مصر يكون مفتاحا ورقما وأساسيا في هذه المعادلة وفي هذه القضية المركزية بالنسبة لمصر وبالنسبة للمنطقة الدول العربية والعرب وبالنسبة للإقليم وعلى كل المستويات وعلى كل المحافل وفي كل الدوائر. مصر هي مفتاح الحل، ومصر هي يعني دايما بقول الحارس الأمين والمحامي الأول عن القضية الفلسطينية حربا وسلاما وتفاوضا ودفاعا وعلى المستوى الدبلوماسي وزي ما بقول لحضرتك في كل المحافل. طيب خليني أقف عند الجملة اللي السيد الرئيس يعني كلموا فيها ديفيد كاميرون، هو بيقول له إن مصر هي مفتاح كمان الأمان للمنطقة. يعني ماذا يقصد لمفتاح الأمان؟ ما مفتاح الأمان ده ليه أشياء كتير جدا، أنت عندك معبر رفح، عندك الشاحنات اللي بتدخل، عندك رؤيتك، عندك تصميمك بأنه لا للتهجير القسري. يعني خليني كده، خلينا نفصص الكلام أكتر. طبعا الكلام يعني تحليل مضمون ما قاله السيد الرئيس واضح تماما، واعتقد اني وصل جيدا للسيد ديفيد كاميرون وزير الخارجيه البريطاني عندما تحدث يعني الرئيس عن ثوابت التوجه المصري والموقف المصري فيما يتعلق بالقضيه. اعتقد ان يعني هذا الكلام وصل من قبل، والرئيس يؤكد عليه من جديد مره مع ريشي سوناك ومره مع صحيح السيد وزير الخارجيه للمرة الثانية بكلمات واضحة وصريحة ومحددة. الموقف المصري واضح تماما، لا للتهجير، لا لتصفية القضية، لابد من إدخال أو استدامة المساعدات وسرعة إدخالها وعدم يعني تعطيل دخول الشاحنات أو تكدسها بحجج ومبررات التفتيش وما إلى ذلك. صحيح. لأن الصليب الأحمر ليس متواطئا في الحرب، ومصر ليست متواطئة في الحرب ولا أكيد. تريد إشعال الموقف، وبالتالي هي مساعدات إنسانية. فإصرار مصر على استدامة ودخول وسرعة دخول المساعدات مسألة رئيسية وجوهرية فيما يحدث. طيب. مطالبات مصر بوقف إطلاق نار وليس فقط هدنة. كلام مصر على صحيح، أنا بتفق معاك إن هو ده الكلام اللي مصر الحقيقة يعني ثابتة الرؤية فيه منذ البداية. أنا عايزة أنتقل معاك لموضوع كمان أكثر أهمية، وهو أمن البحر الأحمر. يعني كلنا عارفين طبعا أنه أمن البحر الأحمر، قناة السويس، السفن اللي بتمر من قناة السويس، وما نراه وما نشاهده. يعني كيف ترى الموقف والكلام خاصة اليوم؟ يعني اعتقد ان ما يجري من تهديدات لامن الملاحه فيما يتعلق تحديدا بالشاحنات والسفن او سواء كانت تجاريه او نفط داخل او متوجهه الى اسرائيل، ومساله تهديد هذه الشاحنات وهذه الناقلات، كل هذا تداعيات ما جرى وما يحدث من عدوان واعتداء واضح. وبالتالي المنطقة يعني هناك نوع من التصعيد بيحصل، وهناك لا نريد أن تخرج الأمور عن السيطرة أكثر من هذا. يعني صحيح. يجب احتواء الموقف، وإن حتى لا يهدد أمن قناة السويس يعني. وهدنة وخروج تبادل الأسرى مع الرهائن، ونبدأ بعد ذلك في فيما يتعلق بالكلام عن القضية الفلسطينية وضرورة حل الدولتين. صحيح. اليوم يتحدث ديفيد كاميرون، وهنا يا استاذ شفقي يعني عشان الساده المشاهدين برضو يبقوا معانا، من هو ديفيد كاميرون؟ يعني ديفيد صحيح. كاميرون هو كان رئيس وزراء بريطانيا حتى 2016 واختفى 7 سنوات، ثم صحيح. تم استدعائه للمشهد بتعديل وزاري في حكومه ريشي سوناك الان. صحيح، لان احنا كلنا نعلم انه انت عارف انه بريطانيا كان فيها مشاكل كتير جدا، تغير رئيس الوزراء، وكان عندهم مشاكل داخليه كثيره جدا. صحيح. فهم صحيح. علشان كده تصحيح المشهد عندهم كان محتاج صحيح. عوده ديفيد كاميرون.
طيب انا عايزه كمان اكد على الخطاب اللي تم تسليمه من ديفيد كاميرون، خطاب خاص بريتشي سوناك، وهو خطاب كمان خاص وتقديم التهنئه للسيد الرئيس بفوزه بولايه جديده لمصر. اعتقد انهم الان يشعرون باهميه وجود السيد الرئيس في مصر وفي المنطقه. اعتقد ان يعني ان الخطاب هو خطاب طبعا تهنئه من جانب، وشكر وتقدير لدور مصر في مساله المساعدات وفي مساله طرح الحلول ومحاوله التوسط ل يعني انهاء الازمه واحتواء تداعياتها، ومساله الرهائن ودور مصر فيما جرى من تسليم رهائن منذ فتره، وبحث مصر عن يعني عن حلول مقبوله تحمي المدنيين والابرياء من جانب، وتجعل القضيه حاضره في المشهد امام المجتمع الدولي في سواء في الامم المتحده او في مجلس الامن. يعني اعتقد ان محاولات مصر لان تكون دائما مصر تسعى الى دبلوماسيه استباقيه لا تنتظر تفجر الاوضاع. صحيح. وتبحث عن حلول، ولكن دائما يعني كان حديث مصر استباقيا فيما يتعلق بضروره دخول مساعدات منذ بدء العدوان. صحيح. ضروره وقف العدوان وهدنه، ضروره وضع القضيه او حل الدولتين باعتباره هو الملاذ الامن للجميع، وانه طوق النجاه للجميع وللحفاظ على الابرياء او المدنيين من الجانبين. وبالتالي مصر هي صوت العقل في المنطقه، السيد الرئيس في الدبلوماسيه الرئاسيه واتصالاته المكثفه الدؤوبه مع زعماء العالم والشركاء الدوليين، اعتقد ان يعني وضع الامور في نصابها الصحيح امام العالم كله. كانت هناك سرديه واحده هي السرديه الاسرائيليه في بدايه الازمه. صحيح. وبدايه العدوان. صحيح. وكان العالم كله يصدق، وتحدث بايدن بهذا الكلام يعني وتراجع فيه الاعلام الغربي نفس الامر. صحيح. اللهجه داخل بريطانيا الان مختلفه، الاعلام. صحيح. الغربي الان يتحدث عن ضروره وقف اطلاق النار، الضغط الشعبي وضغط الشارع على الحكومه البريطانيه تحديدا كبير جدا، شاهدنا مظاهرات. طب هل استاذنك هنا اسلام، بريطاني بيخرج في مظاهرات للمطالبه بوقف اطلاق النار وضروره حمايه الابرياء المدنيين، كل هذا جهد دبلوماسي كبير جدا في المقدمه. صحيح. منه السيد الرئيس ومصر في المقدمه فيما يتعلق بهذا الامر، وبالتالي اصبح هناك سرديه اخرى هي سرديه الحقيقه والوقائع وضروره التدخل. ونتيجه ده راينا في الجمعيه العامه للامم المتحده 153 دوله تعلن انها مع وقف اطلاق النار. صحيح. وضروره وقف وده تغير على فكره، ده تغير للمشهد، يعني ما كانش المشهد بالتأكيد بهذه القوه في البدايه. طب اسمح لي هنا اسالك سؤال، الكاتب الصحفي اسلام عفيفي، السؤال لو عملت لي مقارنه سريعه، يعني تتذكر معي لما جه ريتشي سوناك في البدايه خالص، بدايه طبعا الحرب على غزه. صحيح. كان الموقف شويه لسه مختلف. الان نرى وزير خارجيه البريطاني موجود ديفيد كاميرون، وخطاب من ريتشي سوناك، ونلاقي الموقف أكثر دعما مع مصر لأنهم وجدوا ماذا قدمت مصر في هذا التوقيت، يعني في هذا الوقت، يعني في هذه الأحداث ماذا قدمت مصر. فأعتقد أن الموقف يتغير كثيرا لصالح مصر. بالتأكيد الموقف يعني يتحرك في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالقضية ودعمها، والمجتمع الدولي كله بيتغير من بين المجتمع الدولي بريطانيا، وهي دولة كبرى ودولة معنية بالأمر بشكل كبير جدا، ولها يعني ديفيد كاميرون بمواقفه. خلينا نقول ان ديفيد كاميرون نفسه يا استاذ شافكي هو رجل يقبل الحلول المعتدلة والوسطية، دي حقيقة. هذا هو توجهه من 2010. مزبوط. امام مجلس العموم البريطاني. مزبوط. عندما تحدث عن غزة في أزمة مشابهة. صحيح. ان غزة اصبحت سجن مفتوح ومعسكر اعتقال من جانب سلطات الاحتلال. صحيح. وقال صراحة امام مجلس العموم، ونقلت ذا جارديان في وقتها، وقالت ان نحن حقيقه نحن ندافع عن اسرائيل وعن موقفها وعن وجودها وعن امنها واستقرارها، ولكن. صحيح. ما يحدث هو مرفوض تماما. دي كانت تصريحاته القديمه وقت ما كان هو رئيس وزراء، عندما رئيس وزراء. مظبوط. هذا كان موقفه. ولكن هل تعتقد انه اسرائيل ممكن تعود لتقرا المشهد كما قرأه ديفيد كاميرون في الماضي، ولأنه المشهد ينطبق على الآن، هي غزة حتى الآن سجن. صحيح. ولكن سجن مع الإبادة، هل تقرأه من جديد العقلية الإسرائيلية؟ صحيح. خلينا أقول لحضرتك قبل ما نبدأ المداخلة يعني بلحظات أو بساعة أو أكثر،
إسرائيل تسحب لواء كامل من غزة، لواء كامل دخل منذ 60 يوم يقوم بعملية يعني دك وقصف من الداخل. صحيح. سحب هذا اللواء الكامل، اللواء الغولاني، أعتقد أنه يعني لن أقول هزيمة، ولكن أقول هو إعادة ترتيب أوضاع وإعادة تفكير بشكل مختلف من جانب سلطة الاحتلال. لأن أنا هحاول أخذ الجملة دي وأعمل معها أمنيات لعودة العقل، إعادة الترتيب أتمنى أن تقول. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي إسلام عفيفي على كل هذه التفاصيل وأيضا على هذه المداخلة والتصريحات. أشكرك شكرا جزيلا.